عاد التجاذب بين الحكومة والمجلس حول فوائد القروض، خصوصا بعد تجاهل وزارة المالية في تقدير كلفة الحلول المقترحة، وستتجاهل اللجنة المالية غدا رد الوزير، وستمضي في إعادة هيكلة صندوق المعسرين، وأن المجلس متعاون ولكن ليس على حساب المال العام. يصر الصانع على استجواب لمويزري في التأمينات الاجتماعية إذا لم يتلقى المجلس أجوبة مقنعة يوم الخميس المقبل في جلسة تعقد بالتوافق. الحكومة المتعاونة أيضا عقدت اجتماعها الأسبوعي ووافقت على مشروع مرسوم بشأن استحقاق المساعدات العامة وتخصيص وتعديل المساعدات الاجتماعية المخصصة للأرامل والمطلقات والأيتام والمرضى وأسر المسجونين. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على مشروع مرسوم بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة، والذي يهدف إلى تخصيص وتعديل المساعدات المخصصة للأرامل والمطلقات والأيتام والعاجزين والطلاب والمرضى وأسر المسجونين والمفرج عنهم وغير ذلك من الفئات المستحقة للمساعدة. واطلع المجلس على نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي استضافته الكويت مؤخرا، حيث تمكن المؤتمر من تجاوز هدفه المعلن وجمع أكثر من 1.5 مليار دولار لتقديم التمويل والدعم الإنساني للشعب السوري، منوها بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتبرع دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الشعب السوري. وعبر المجلس عن تقديره لمبادرة سمو الأمير في احتضان الكويت لهذا المؤتمر الذي يعكس اهتمام الدول المشاركة في هذه القضية الإنسانية.